يسعد صباحكم ويسعد مساءكم واهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. اليوم ان شاء الله راح نعمل عارفه بامبكن، يعني المره هاي هعملها بطريقه لذيذه جدا ومختلفه. يعني انا طبعا احنا في فصل الخريف هنا تقريبا مليان من انواع اليقطين، فبتبقى يعني طعمتها كتير لذيذه. وسبحان الله السيزنز هلا اللي هي موسمها بتبقى مفيده، لانه دائما الله سبحانه وتعالى بيخلق لنا الاشياء اللي هي تبقى ماشيه مع المواسم اللي بتبقى مفيده للجسم. فانا فكرت اعملكم شوربه لذيذه جدا، يعني هيك كريمي، يعني كانها سمودي، وان شاء الله تعجبكم. وعملتها بطريقه مميزه وصحيه، وخلينا نروح على المطبخ ونعملها سوا. المكونات هي عبارة عن بامبكن، بصل، مشروم، كيل، ثوم، بارميجان تشيز، وهنا حطيت في هذا الفلفل. مش رح يعطيها كتير يعني من السبايسنس، بس انه لذيذ، يعني بتحبوا ما تحطوه ما تحطوه. وفي القرفة وباي ليف وسيج، ورح اضيف عليها كمان الزعتر البري والأوريجانو. هلأ بتشوفوا لما نعملها سوا. اول اشي انا قسمتها من نصين ونظفتها من البزر على اساس انه ححمصه لذيذ جدا، وبعدين تأكدت انه القاعدة يعني تابتة بحيث انه هي ما يعني تميل بالوقت عملية الطبخ. وبعدين رح اقسمها من جوا، يعني هعملها شقوق على اساس هذه بتساعد على عملية الطبخ، بتصير انه اسرع، لانه البامكن شوية قاسي، وعلى اساس كمان انه بتخلي السبايسز تدخل through البامكن وبتعطيها الطعم اللذيذ. وراح اعمل نفس الشيء بالتانية، بعدين راح ارش عليها بشوية من الزيت، يا اما زيت الافوكادو يا اما زيت الزيتون حسب اللي يعجبكم. وبعدين راح انه انا بالفرشاية امسحها من جوا ومن برا حتى اتأكد انه توزع على الجهتين. وهنا راح ابتدي انا بالثوم، هدول تنتين حبات ثوم صغيرة راح احطهم بالقشر، لأنه حيعطيها طعم كتير رهيب، يعني لما إنه يتشوى هذا الثوم حتشوفوا كيف بيبقى هيك طري ولذيذ. بعدين راح أمسح من الأطراف في واحدة منهم، وهنا راح أبتدي بالأربز زي ما قلت لكم، الزعتر البري، حط الأوريجانو، كمان البيليز. هذولا يعني أنا عمدا ما اخترت إني أنا أحط من الباودر، لأنه الباودر راح يخلي لونها بني، عشان هيك استعملت الأربز كلها اللي أنا عندي. هنا راح أحط كمان اللي هو الكبش القرنفل، بس 3 حبات لأنه كتير قوي، فما حطيت كتير. وحتى السينمون إذا حطيته كمان باودر حيخليه لونه بني. وهنا الفلفل، الفلفل اختياري بس ما راح يعطيها كتير من إنه هو يكون حار جدا. وهذه ناقصها شوية من الزعتر البري. وبعدين هرش عليها ملح وفلفل، طبعا بكون محمية الفرن على 350 درجة حرارة، تاخذ من 50 دقيقة لمدة ساعة، وآخر دقيقتين بس نشويها. هلأ خلينا نروح نعمل كيل مع المشروب يومي. جبت مقلق وحطيت عليها من زيت الأفوكادو، وبعدين راح أضيف عليها البصل، بعدين راح أقلبه لغاية ما أفرجيكم إنه يكون اتحمص وصار شوية كراملايزد. بعد ما صار تقريبا زي ما انتم شايفين هيك كراملايزد، بيبقى لذيذ طعمته رهيبة. راح أضيف عليه أنا الكيل. الكيل هذا شوية إنه قاسي، يعني بده وقت للطبيخ، مش زي السبانخ، فأنا بحب إنه أنا أقلبه لفترة. راح أضيف عليه هنا الملح والفلفل وشوية من الزعتر البري، وهذا حيعطيها طعم كتير لذيذ، لأنه هذا أنا بصراحة هو طازة أنا اللي نشفته، لأنه فترة الشتاء خلص ما بيكون في عنا شيء طازة يعني تقريبا. وراح أقلبه، يعني هاي العملية راح تاخد تقريبا شيء 5 دقايق لحديت ما إنه هو يدبل، وحفرجيكم امتى راح أضيف عليه المشروم. ولما دبل تقريبا إنه هو هيك استوى حطيت عليه المشروم، وهذا المشروم يعني أنا يعني من فوائده وهو طيب ولذيذ، يعني إن كان مع السبانخ أو مع الكيل يطلع طعمته رهيبة. وراح أفضل أقلبه كمان، راح تاخد شيء تقريبا 5 دقايق لحتى ما إنه أحمر المشروم، حتى يبقى كل ما تحمر هو بيبقى طعمته أطيب. وراح أفرجيكم أنا كيف شكله بده يصير. ولغاية ما هلأ وصل بالطريقة هاي، يعني فعلا رهيب، يعني لذيذ، يعني بس اللي عملته انه قلبته اخذ شوية وقت، بس انا بحب المشروم يكون محمر كتير، يعني هيك بقى فعلا له طعم. وهذه ممكن اعمل عليها بيض، ممكن اعملها عليها يعني اكلات كثيرة. وهيك تقريبا خلصت، يعني بس لاحظوا انه انا بس حطيت ملح وفلفل وأربز لانه ما محتاجة. وهلأ خلينا نشوف خلصت البامكن، وهي البامكن طلع من الفرن، يعني شكله بشهي فعلا. زي ما قلت لكم آخر شي دقيقتين حطيته يعني تحت الشواية، وهذا أخذت تقريبا شي ساعة،
وبعدين كل اللي راح أعمله أنا راح أشيل كل هذه السبايسز أو الأوربز اللي حطيتها والثوم، يعني على حسب ما أنتوا بدكم. أنا يعني شوفوا قديش هين إنه هو ينزل وقديش يعني طعمته تبقى لذيذة. أنا بستعمله كثير بالطريقة هاي، وهاي طريقة كثير صحية ولذيذة. أهم إشي إني أنا أشيل حبات الكبش القرنفل، لأنه كتير حتغير لون البامكن إذا خليتها، وطعمتها كتير حتكون سترونج. فأنا بس أخذت الفليفر تبعتها هنا زي ما انتم شايفين، يعني فضيتها بحيث إن أنا بس خليت التوم اللي هو بدي إياه إنه أخلطه بالخلاط. بعدها حتشوفوا كيف يعني حتبقى طعمتها رهيبة. نشوف هنا حبة التوم، بس كل اللي راح أعمله إني أنا بس راح أنزلها، وهذه كتير هين العملية، يعني بنزل بكل سهولة. وبعدين نفس الاشي راح اعمل بالتانية، راح افضيها بنفس الطريقة وراح افرجيكم بعدها ايش راح اعمل. انا جبت طنجرة وحطيت عليها شوية زيت، وبعدين حطيت البصل وراح اقلبه لحديت ما انه هو يصير انه كراملايز. وحتشوفوا قديش هاي الاكلة هين، يعني هينة وسهلة، خطواتها بسيطة واحدة واحدة بعطيكم اياها، وحتشوفوا قد ايه بالنهاية راح يطلع طعمتها. وعندما صار البصل كراملايزد، انا كل اللي راح اعمله هنا زي ما انتم شايفين راح انقل انا التوم في صحن صغير، بحيث انه ما راح استعمله كله، نستعمل الكمية اللي انتم حابينها يعني. بس انا حبيت انه هذا التوم يعني بستعمله باكلة تانية. هحط بس تقريبا شيء معلقة كبيرة، يعني اللي هو 3 الى 4 دروس، حتعطيها طعم كتير لذيذ. وبعدين راح ابتدي اني انا أشيل اللي هو البامكن. هذه الطريقة لأن أنا مش قادر أمسكها علشان إنه هي سخنة، وبالتالي بالمعلقة بحاول إنه من الأطراف أطلعها، وهي هاي يعني روح الله على الريحة، ريحتها كتير رهيبة. يعني كل اللي رح أعمله إنه أنا هشيلها وبعدين إني أحطها على البصل والثوم، ونشوف قديش هين وقديش يعني إنه هي بس مجرد إنه بدنا نتأكد إنه كلها تفضى، يعني ما أخلي فيها ولا إشي. وهاي الكمية اللي أنا رح أعملها بس النص، هذا اللي أنتوا شايفينه، على أساس إنه إحنا منا كتار، بس إذا أنتوا كتار ممكن تعملوا تنتين مرة واحدة. بس أنا عشان إنه ناخدها يعني ناكلها طازة هيك وكريمي ولذيذة، حبيت إني أنا أعمل بس نص، والنص الثاني بعمله يوم تاني. وهاي الطريقة اللي أنا يعني دايما بعتمدها، لأنه هذا القرع له فوائد كثيرة للجسم، يعني ما تتخيلوا قديش فوائده. وهلأ كل الكمية تقريبا حطيناها سوا، وببتدي أقلبها شوية على أساس إنه ناخد طعمة البصل والثوم. الله على ريحتها رهيبة فعلا، يعني أنا حتدعولي لما تدوقوها، لا تتخيلوا قديش يعني هتطلع هيك إنها سمودي يعني كريمي. وهي كلها يعني الفوائد اللي فيها رهيبة رهيبة، وحتشوفوا كيف إنه الواحد في أكلات يعني لازم يأكلها فصل الشتاء، لأنه كتير هي فائدها الله سبحانه وتعالى خلنا إياها بالشتاء. وهنا أنا راح أضيف عليها الجبنة اللي هو البرمجان، يعني بشرتها، وهاي حتعطيها طعم كتير لذيذ، وكمان هيك الملوحة اللي فيها، وما إنه حتكون يعني هاي بتساعد كمان على إنه تكون كريمي. يعني حقلبهم شوي لغاية ما إنهم يندمجوا. وآخر إشي راح أضيف عليها تقريبا ربع كوباية من حليب جوز الهند. الله الله عليه، الجوز الهند ريحته وطعمته طيبة وقديش مفيد. بس بقلبهم شوية لغاية ما تغلي شوي، وهلأ بفرجيكم إنه كيف بدنا نعملها. وهنا أنا حضرت الخلاط وراح أضيف عليه أنا هذا الخلطة كلها، يعني هاي يعني حتى لو أكلتوها هيك يعني زي البوريج برضو كتير طيبة، بس لا إحنا هلأ عم نعمل سوب. فبس أحطه كل ييتهم، راح أبتدي إني أنا أخلط بالخلاط، يعني أولها ثواني، وبعدين راح أضيف عليها معلقة زبدة، وهاي حتعطيها كمان تخليها كريمي أكتر. الله يعني، وحتى ريحتها صدقوني راح تدعولي، لأنه هاي من يعني الشربات اللي رهيبة، يعني حضل لقولكم رهيبة لغاية ما تقوموا تعملوها وتقولوا لي أراءكم. وهنا بعد تقريبا شي دقيقتين أنا راح أحط شوي من المي، على أساس إنه هي معروف إنه بيبقوا ثيك وبيبقوا كريمي، يعني شوية إني أنا خليها رخو. طبعا برجع قديش إنه أنتوا بدكم إياها التكستشر تبعتها تكون. هلا حفرجيكم شو حنعمل. وهلا خلطتها، يعني شوفوا أنا بس حابة أفرجيكم كيف إنه هي رهيبة فعلا، يعني أنا مفدا إنه حتى أبتدي أكل منها وصارت في الطريقة هاي. ولا شوفوا كيف إنه أنا بحب أقدمها.
أنا هلأ نرجع للمشروم والكيل. ليش عملنا؟ حتى أفرجيكم إنه أنا يعني ححط أنا شوية حتى أقدم لكم إياها زي المطاعم. يعني أنتوا شوفوا كيف يعني هذه قديش بدها تكلفكم لما تروحوا تاكلوها في المطعم وقديه هينة تعملوها بالبيت. هنا حطيت أنا الكمية اللي أنا حباها. بعدين هنا تقريبا I sliced اللي هو برضو بارميجان لأنه هاي فيها الطعم تحطيها طعم كتير لذيذ. بعدين على جنب راح أصب أنا هذه الشوربة. يعني بالله عليكم يعني ما تفتح النفس يعني يلا قوموا اعملوها وقولوا لي رأيكم. وهلأ خلوني أفرجيكم آخر الصحن. وهاي يعني الصحن يعني فعلا شكله بشهي. يعني احنا دائما بنعرف انه العين بتاكل قبل ما انه التم ياكل. يعني صدقوني طعمتها وكمان طريقتها وسهلة وهينة ومش مكلفة. يعني انا مش فاهمة ليش الناس بتفكر انه الاكل الصحي انه مكلف. بس هو بدها تعرفوا كيف انه تدمجوا الاكل وتحملوه وتحطوه بطريقة انه بتشهي. لانه هذه الفوائد اللي موجودة فيها من الجسم محتاج. يعني الله يبعد عنا الامراض. انا بركز دائما على الصحة. يعني هنا بتشوفوا خلطة كمان المشروم مع الكيل. الله عليها يعني حدهم لقلكم الله الله شو لذيذة. وحطيت شوية كزبرة. ممكن تحطوا شوية بقدونس. ممكن ترشوا عليها شوية زيت زيتون. يعني بتعطيها طعم كثير لذيذ. وكمان حطيت السيد هاي حتى انه كمان تزيد عليها الفليفر. وهاي الاكلات اللي انا بعشقها وقديش انها هي صحية. وبتمنى انه انتوا تحطوا لي ارائكم وتقولوا لي اذا في عندكم اكلة حابين اني انا اعملكم اياها بطريقة صحية. لانه انا حابة افيد اكثر من الناس اللي هي حابة انه وتدور على الاكل الصحي. وبتمنى انه تشير with your friends. انتوا ما تتخيلوا قديش انا المجهود اللي بحطه على الفيديوهات. خاصة ان انا برضو عندي شغل. بس حابة انه فعلا الناس ما بدي حدا يشتكي من اي مرض. واللي حابة تعمل رجيم هذه القناة مخصصة لهذا اللي هو الناس اللي بتدور على انه تكون صحتها كويسة. وبنفس الوقت انه اذا حابة انه تعمل رجيم. وبتمنى انه تعجبكم الوصفات. وان شاء الله اراكم في فيديو اخر مع أكلة صحية تانية في مطبخ نادية. وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.